أبدأ معك من السؤال الأخير الذي طرحته على ضيفي الذي يمثل الجيش، يعني هل أنت مستعد للجلوس في طاولة واحدة مع الجيش السوداني؟ أولا التحية لك والتحية لمشاهدي قناة الحرة. فيما يتعلق بهذا السؤال، أنا أبتكر هذا السؤال من الأسئلة المنطقية جدا والأسئلة الهامة، لأنه نحن منذ بداية حرب 15 أبريل، وعندما تقدمت الوساطة السعودية الأمريكية بدعوتنا للجلوس مع وفد الجيش، مباشرة جلسنا معهم في جدة، وكذلك في جدة بيننا وبين وفد الجيش. فبالتالي نحن ليس لدينا أي مانع من الجلوس مع وفد الجيش في الوصول إلى تسوية للملف السوداني. ولكنك رفضت يعني أن تكون معنا للحديث مع الجيش في نفس الفقرة يا محمد. أولا أنا رفضت الجلوس لأن أبو نمو ليس أصيل في هذه الحرب، وهو عبارة عن يعني موضوع شخصي بينكم. لا ما موضوع شخصي، ليس بموضوع شخصي، لأنه نحن لا نعترف بوجود حكومة ولا نعترف به، لأنه أبو نمو نفسه نحن من أتينا به في اتفاق جوبا، وبالتالي ليس له أي صلة بهذه الحرب. الحرب الآن التي من تدور أتيتم الآن، بمن؟ يعني أنتم كنتم جزء، يعني الدعم السريع نعم كان نحن أصلا كنا جزء جزء من الجيش السوداني. نعم، أتيتم والسيد قائد قوات الدعم السريع عندما قبل أن أقصفنا السيد تحدث قائد قوات الحرب. الدعم السريع هو رئيس الوفد الذي كان يفاوض، وهو من وقع معهم اتفاق جوبا. فبالتالي أبو نمو ليس الشخص الأصيل، حتى أظهر معه أبو نمو هذا عبارة قرار عن الجيش السوداني، يعني كما هو قرار الدعم السريع أن تكون أنت الناطق. دعنا ننتقل لنقطة أخرى، يعني في جنيف أطلعنا بآخر التطورات بآخر الاجتماعات، إلى ماذا توصلتم حتى الآن؟ أولا فيما يتعلق بجنيف، نحن أتينا إلى جنيف وانخرطنا في مشاورات هامة جدا، وبالأمس الغريب كنا جلسنا مع بعض الأطراف في جنيف، وبالتأكيد جلسنا مع بعض الأطراف المراقبة في هذا الاتفاق بصفتهم أتوا كمراقبين، جلسنا مع الاتحاد الأفريقي برئاسة السيد محمد بن شمباس، وكان نعم. اجتماعا مطولا تناقشنا فيه حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأفريقي في إطار الدفع بعملية إحلال السلام في السودان، وكذلك عملية وقف إطلاق النار التي دعت لها الحكومة الأمريكية بقيادة السيد بلينكين. كذلك تناقشنا حول الآليات التي يمكن أن تسهم في إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وكذلك دور الاتحاد الأفريقي في آلية المراقبة التي يمكن أن تتشكل في المستقبل. فبالتالي كان نقاشا سرا ونقاشا أفتكر أنه إيجابي في إطار الدفع بقضية إحلال السلام في السودان، ووصلنا إلى تفاهمات مهمة جدا. كذلك جلسنا مع الطرف السعودي باعتبار السعوديين الآن هم جزء من هذه الوساطة، وهذا المنبر ينبني على منبر جدة. قبل قليل عندما كان يتحدث ضيفك إنهم لا يجلسوا إلا كحكومة، منبر جدة انبنى على طرفين هم قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، فبالتالي لا يوجد طرف في منبر جدة يسمى حكومة، وما تم التوقيع عليه بيننا وبين الجيش في منبر جدة تم التوقيع عليه ما بين الدعم السريع والجيش. فبالتالي في منبر جدة وفي منبر المناوة وما تلتها من مبادرات لا يوجد طرف يسمى حكومة، لأنه أصلا المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي لا يعترف أصلا بوجود حكومة في السودان بعد انقلاب 25 وما عقبها من انهيار دستوري بعد حرب 15 أبريل. فبالتالي ضيفك الكريم هو يتحدث وليس له أي خلفية عن ما جرى في المنامة وما جرى في منبر جدة. طيب دعنا ننتقل لمنبر جدة الذي كانت واحدة من مخرجاته يعني هي خروج الدعم السريع من بيوت المواطنين. يعني أنتم أظهرتم مرونة، هذا ما يقوله الجيش حسب أنها لم يتم تطبيقه. هذا كلام سيد محمد صحيح، دعني أسألك أكمل سؤالي يا سيد محمد. رغم أنكم أظهرتم مرونة في قبول جنيف، هل ستقبلون بنتائج مؤتمر جنيف وتقومون بتطبيقها على أرض الواقع؟
دعيني أجيب على سؤالك الأول. أولا، منبر جدة لم ينص إطلاقا على التزام من طرف واحد للدعم السريع للخروج من مساكن المدنيين. منبر جدة ليس إعلان بتاع إذعان، منبر جدة هو عبارة عن إعلان إنساني ملزم للطرفين، ولا توجد فيه أي فقرة تلزم الدعم السريع بالخروج من منازل المدنيين. كذلك إن افترضنا جدلا أن هنالك بند متعلق بخروج الدعم السريع من منازل المدنيين، كم عدد المدنيين الذين الآن نزحوا من منازلهم وخرجوا من منازلهم؟ ما يقدر ب 8 مليون، هل الدعم السريع يعني به 8 مليون مقاتل الآن موجودين في 8 مليون بيت من بيوت الشعب السوداني؟ هذا حديث للاستهلاك السياسي والاستدرار عاطفة المواطنين وليس له أي قيمة، وبالتالي المجتمع الدولي يعلم يعني مراوغة الجيش ويعلم تلاعب الجيش بهذه المفردات وبالتالي لا يعيرها أي اهتمام. نحن من جانبنا الآن ما يتم التوصل إليه من التزامات في منبر جنيف وما كذلك توصلنا إليه من التزامات سابقة في جنيف الأولى نحن ملتزمين به، وبالتالي كيف ملتزمين به؟ يعني أنتم حاليا تقولون شيء وفي الأرض تفعلون شيء آخر، يعني من قال لك ذلك؟ ماذا عن التمدد الآن للدعم السريع؟ التمدد شيء طبيعي، نحن الآن نقاتل في طرف حتى يعني أنتم تقاتلون يا سيد محمد وباعترافك الآن، يعني أنتم تقاتلون وتتمددون في مناطق أخرى، يعني كيف يكون ذلك ضمن تطبيق ما خرجت به جدة وحماية المدنيين وعدم ترهيب المدنيين؟ كيف ذلك؟ من قال لك في جدة تم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق نار حتى نتوقف على وقف إطلاق نار؟ تم التوقيع على وقف إطلاق نار وعمل ممرات إنسانية آمنة. نعم، نحن الآن سمحنا بمرور المساعدات الإنسانية وسهلنا إيصال المساعدات الإنسانية وظللنا ننادي بفتح معبر أدري وبقية المعابر، إلا أن الجيش الذي هو أصلا لا يسيطر على المعبر طلع قرار من البرهان ورفض فيه مرور المساعدات بمعبر أدري. بالأمس القريب عندما تم الضغط عليه من قبل المجتمع الدولي قبل على الورق، وعلى الطبيعة نحن الذين نقبل، فبالتالي مباشرة نحن رحبنا بدور المجتمع الدولي بإدخال المساعدات الإنسانية ببيان خرج بالأمس رحبنا، وكذلك سنسهل بعمور المساعدات الإنسانية حتى عبر معبر الدفة، لأنه ندرك أن الشعب السوداني الآن يعاني وأن الجيش استغل المساعدات الإنسانية كسلاح ضد المدنيين. فبالتالي نحن الآن يعني ما خرجنا به من التزامات إنسانية في إطار وصول المساعدات الإنسانية وكذلك في إطار يعني البحث عن حماية المدنيين نحن ملتزمين به تماما. أما الطرف الآخر الآن هو يقصف المدنيين بالبراميل، يعني منذ الأمس وحتى اليوم. طيب يعني دعنا ننتقل لنقطة مهمة هنا. الطيران قصف أكثر من 19 منطقة. الآن الجيش لا يشارك في هذه المفاوضات. الآن. محمد الآن الجيش لا يشارك في المفاوضات، ما الذي ستفعلونه؟ يعني ما هي الخيارات أمامكم هنا؟ الجيش مهم في هذه المفاوضات وهو غائب عنها. نعم طبعا لا يمكن أن يتم توقيع اتفاق نار من وقف من طرف واحد، هذا طبعا معلوم للجميع، لكن نحن الآن نرى التناقض الواضح في خطاب الجيش، يعني الكباشي يخرج يقول نحن لا نذهب إلى جنيف والأمريكان مراوغون وكذلك يسيء للمجتمع الدولي، ويخرج بالطرف الآخر ما يسمى بجابر إبراهيم جابر يقول نحن سوف وفدنا سوف يذهب إلى جنيف، فبالتالي هذا تناقض واضح في موقف الجيش، لأن الجيش أصلا مختطف من قبل الإسلاميين، وبالتالي ما لم يرضى الإسلاميين بالذهاب إلى جنيف لا يستطيع البرهان أن يتخذ قرار بإرسال وفد إلى جنيف، هذه معلومة أخذوها، وبالتالي نحن ظللنا نكرر هذا في كل وسائل الإعلام. طيب دعنا ننتقل لنقطة مهمة محمد، يعني الآن يعني هناك مؤشرات تدل على أنه سيتم تطبيق إعلان جدة، يعني وهناك ميل لتدخل إنساني لحماية المدنيين، كيف ستتعاملون مع هذا الأمر؟ نحن الآن نرحب ونرحب بتطبيق يعني اتفاق جدة، ولو تم تطبيق اتفاق جدة سوف يكون أكبر طرف يعني مستفيد من هذا تطبيق اتفاق جدة نحن كدعم سريع، لأنه نحن لم نقصف المدنيين بالطيران، والآن هم يقصفوا المدنيين بالطيران، نحن لم يكون لدينا أي قصف مدفعي في مناطق آهلة بالسكان، الآن هم يقوموا بقصف المناطق الآهلة بالسكان، هم من يعطلون حركة المدنيين في مطار بور السودان، هم من يعطلون يعني وصول المساعدات الإنسانية، فبالتالي نحن أسعد من يكون بتنفيذ اتفاق هذه جدا. أيضا هذه اتهامات أيضا توجه للدعم السريع، يعني محمد و
يعني قائد الدعم السريع محمد حمدان دجلو قال في خطاب له في على منصة إكس أنكم بصدد أو أنه يطلب من المجتمع الدولي تشكيل لجنة حماية ومراقبة دولية. البعض يعتبر ذلك تناقض ويعتبره أيضا شيء يعني مستفز، لأنه هناك اتهامات أصلا للدعم السريع بأنها هي من قامت بهذه الانتهاكات. أولا الدعم السريع أو قائد الدعم السريع يعني خرج أوامر أو طلع توجيهات بتشكيل قوة لحماية المدنيين، أو أصدر قرار بتشكيل قوة لحماية المدنيين. هذه القوة يعني أتت بناء على التزامات السيد قائد قوات الدعم السريع بناء على مفاوضات جنيف الأولى مع الأمم المتحدة التي تم الالتزام بها بحماية المدنيين، وبالتالي بناء على هذه المخرجات وهذه الالتزامات تم تشكيل هذه القوة. والآن القوة موجودة في ولاية الجزيرة وموجودة الآن في ولاية الخرطوم، وستتمدد لبقية الولايات التي يسيطر عليها قوات الدعم السريع بغرض حماية القوافل الإنسانية وحماية الكوادر التي تعمل في العمل الإنساني، وكذلك حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية. وأما فيما يتعلق بالتقارير التي تصل إليكم، نحن نشك في صحتها، لأنه نحن رحبنا بأن يتم إرسال يعني أتيام بتاع التحقيق على الأرض لتتحقق على الأرض على الطبيعة وتأتي إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. فأي كلام يقال خلاف ذلك ليس له أي قيمة قانونية وليس له أي قيمة إجرائية. الذي يمكن أن يحصل هي اللجان دي تأتي على الأرض وتشتق معلوماتها مباشرة من المواطنين وكذلك من قوات الدعم هذا السريع. ما يقوله المحققون بأنهم يعني تواصلوا، وحتى كان معنا توم بريلو في الأسبوع الماضي وتحدث بأنه تحدث إلى فصيل ومجموعة كبيرة من السودانيين والذين أيضا يتهمون الدعم السريع بذلك. دعني أنتقل لجنيف مرة أخرى سيد محمد، يعني أريد أن أسألك ما الذي أضافه حضور لاعبين جدد للمشهد السوداني وللمفاوضات في جنيف؟ بالتأكيد طبعا الأطراف الدولية الساعية إلى إحلال السلام في السودان إذا كان لها أي مساعي في الدفع بعملية إحلال السلام في السودان ومعالجة الأزمة السودانية، نحن طبعا نرحب بكل الجهود، وظلنا نرحب بكل الجهود الإقليمية والدولية. فدخول الآن الاتحاد الأفريقي، لأنه كان الاتحاد الأفريقي كان حضور في منبر جدة، لأنه كان حاضر يعني عن طريق ممثله في الإيجاد، لأنه الإيجاد كان يمثل الإيجاد ويمثل الاتحاد الأفريقي في منبر جدة. والآن بشكل واضح أنه الاتحاد الأفريقي على مستوى اللجنة العليا التي تم تشكيلها من مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة بن شنباز الآن انضمت إلى المراقبين، وكذلك انضمت الولايات الأمارات العربية المتحدة وهي كانت موجودة في منبر المنامة، وكذلك انضمت مصر وهي كانت موجودة في منبر المنامة. وبالتالي نحن عندما وقعنا على وثيقة أسس ومدى الحل الشامي في المنامة كان فيها حضور دولي كبير جدا، من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المملكة العربية السعودية والأمارات ومصر والبحرين. فبالتالي نحن لا يمكن أن نقف أمام الجهود الدولية التي يعني تساعدنا في الوصول إلى إنهاء هذه المعاناة لشعبي. نعم، أريد هنا أن أسألك السؤال الأخير يعني محمد، أن تحدثني عن مسألة واحدة تتفقان عليها أنتم يعني كمفاوضين باسم طيف كبير من السودانيين. ما هي المسألة التي يمكن أن تتفقوا عليها، وما هي أيضا التنازلات التي يمكن أن تقوموا بها؟ طبعا نحن كون حضورنا إلى جنيف هذا بحد ذاته يؤكد جديتنا وتنازلنا على أننا يعني رغم انتصارنا على الأرض وانتصارنا على الميدان، لكن أتينا وبقلب مفتوح من أجل الوصول إلى اتفاق. أنا أتحدث عن الأشياء التي تتفقون بها مع الجيش في السودان. لم أفهم سؤالك بشكل جيد. يعني ما هي الأشياء التي يمكن أن تكون الأساس لاتفاق ما بينكم وبين الجيش السوداني؟ الأساس هو أولاً نحن في الأسس ومدى الحل الشامل التي وقعنا عليها في المنامة هي الأساس الاتفاق، يعني اللي هي متعلقة بوحدة السودان وسلامته على أرضه. عشان كده أنا بقول لك ضيفك الكريم ما كان منور، ما عارف، نحن وقعنا على وحدة السودان وسيادته على أرضه ومحيطه الإقليمي وبحره المائي، مسألة مهمة بالنسبة لنا، فذلك نحن ندعو إلى وحدة السودان شعبا وأرضا. الموضوع الآخر هو إعادة بناء جيش مهني قومي جديد، يعني تأسيس بناء جيش مهني قومي جديد.
يعني هذا الجيش ينهي تعدد الجيوش بما فيهم جيش الذي يتحدث قبل قليل باسم الجيش ابو نمو نفسه. طيب كذلك نحن تحدثنا عن تاسيس الخدمه المدنيه بشكل يكون فيها كل السودانيين ممثلين، يعني يراعى فيها التنوع نعم. والتعدد ويراعى فيها يعني تمثيل الاقاليم على مستواهم الجغرافي بصغرهم السكاني. تحدثنا كذلك عن بعض القضايا المتعلقه باعاده تاسيس شرطه مدنيه واعاده تاسيس جهاز مخابرات ينهى عن السياسه وينهى عن وضحت كل هذه النقاط. شكرا جزيلا لك من جنيف الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض والمستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد المختار النور. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من جنيف.